موضوعين رئيسيين لإكمال الفترة الانتقالية. أولا توافق، وهذا ضروري، يجب أن تتفق القوى السياسية التي لديها الرغبة في هذا الاتفاق، والقوى الوطنية التي تؤمن بأن الفترة الانتقالية يجب أن تدار بشراكة بين الجميع. أيضا إذا ما تحقق هذا التوافق ليس أمامنا طريق غير نسير إلى إقامة الانتخابات. ما في أكثر من الخيارين الاثنين، توافق بموجبه يمكن أن تدار الفترة الانتقالية أو انتخابات. هذا التوافق متى ما تم حتما سيكون لديه برنامج مختصر، لأن الفترة الانتقالية السابقة المرة كانت مزدحمة بكثير من البرامج ولم نستطع إكمالها. لذلك رأينا أن متى ما استكمل هذا التوافق حدد أهداف قصيرة. الآن الأوضاع الاقتصادية ليست جيدة، الأحوال الأمنية ليست جيدة، التحضير للانتخابات مطلوب، استكمال السلام مطلوب، هذه أمور أساسية. متى ما تم التوافق أو متى ما تم تشكيل حكومة يجب أن تهتم بهذه الأمور الأساسية. أفتكر أن التحضير للانتخابات واحدة من أولويات الفترة الانتقالية، الاهتمام بمعاش الناس واحدة من اهتمامات الفترة الانتقالية، الأوضاع الأمنية واستكمال السلام أيضا واحدة من مطلوبات الفترة الانتقالية. هذه الأمور يجب أن نتفق عليها كسودانيين لنتجاوز بها هذه المرحلة. يعني في القوات المسلحة أصلا مددنا أيدينا وعندنا استعداد كبير جدا أن نتعاون مع القوى المؤمنة بالتغيير، القوى الوطنية التي ليس لديها مصلحة في إقصاء الآخرين. نحن تحدثنا دوما عن مخاطر الإقصاء وأن التوافق مهم وضروري، ونحن يمكن هذه الدعوة للتوافق مش برانا نحن كقوات مسلحة، كل من أتى إلى السودان وكل من يهم أمر السودان يدعو إلى هذا التوافق، يدعو إلى وحدة القوى الوطنية حتى نجنب السودان مخاطر الانزلاق.